وحول حملات الاعتقال التي تقوم بها قوات الحرس الثورية ضد المحتجين، ينضم إلينا من الرياض عبر الهاتف على الهواء مباشرة رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني. دكتور، هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المدنية والاجتماعية، كيف تنظرون لها أنتم كمختصون ومراقبون أيضا للحراك الثوري الذي يعيشه الشعب الإيراني حاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم ونحيي مشاهديكم. الحقيقة أن الوضع في إيران خلال الفترة الماضية هو هناك تطورات في المجال الحقوقي للأسوأ للأسف الشديد، وبدأت فئة الشعب الإيراني تحس بسطوة النظام و انتهاكاته الكبيرة والجسيمة لحقوق الإنسان. ولذلك نجد بين حين وآخر ظهور احتجاجات وظهور مناداة ومطالبات بتعديل الوضع. النظام الإيراني كما هو معروف أيديه داخليا ملطخة بالدماء، وخارجيا أيضا كذلك، أهدافها في نشر الثورة وتصدير الثورة هي تعتمد في حقيقتها على انتهاكات حقوقية بمحاولة زرع الفتن في أغلب المناطق، ليس داخليا وإنما خارجيا. ولكن في الفترة الأخيرة نلاحظ أن هناك استمرار للمظاهرات والاحتجاجات على الوضع الداخلي، على الوضع الاقتصادي، على الوضع الاجتماعي، على الوضع السياسي بشكل عام. وتلقى مثل هذه الاحتجاجات قمع شديد من جانب السلطات الإيرانية. الإشكالية التي نراها أيضا ردود الفعل الدولية إلى حد كبير لا زالت دون المستوى على مثل هذه الانتهاكات. وأعتقد أن أيضا المنظمات الدولية دورها إلى حد ما لا زال محدودا في استنكار مثل هذه الانتهاكات التي نراها بين حين وآخر. طيب، الجميع دكتور الآن ينظر ويرى تعامل نظام الولي الفقيه مع معارضيه من الناحية الحقوقية في جميع المدن الإيرانية، ويعني ما هي صحة آليات الاعتقال، التعذيب، الأبعاد في سجون النظام المعلنة وأيضا غير المعلنة؟ النظام الإيراني يحاول يصدر إلى الخارج أن نظام ديمقراطي وأن لديهم انتخابات وما إلى ذلك، لكن حقيقة الوضع مختلفة كليا عن هذا. هذه الانتخابات مقبولة إذا أتت بأولئك الأشخاص المرغوبين إيصالهم إلى السلطة وتسلم مقاليد الأمور، لكن عندما يكون هناك فرصة لآخرين قد يكون لديهم وجهة نظر مغايرة أو قد يكون لديهم أجندة في مجال احترام حقوق الإنسان، نجد إن يتم اعتقالهم أو تلصق بهم التهم ويحالون إلى المحاكمة وما إلى ذلك. لذلك لا زالت السلطة في إيران بتراتبيتها المختلفة يدها يد قمع، آليات عملها تعمل للداخل خطاب وللخارج خطاب آخر. نجد أن هناك أيضا بين حين وآخر نوعا من التفهم من بعض الدول وخاصة الدول الأوروبية لبعض توجهات إيران، ولكن حقيقة هذا النظام للأسف الشديد في عداء مع محيطه، في عداء مع جيرانه، يعمل داخليا لحجب وانتهاك كل مجال لحرية التعبير فيما يتعلق بفئات الشعب الإيراني المختلفة وأطيافها المختلفة، وفي نفس الوقت يعمل على زعزعة الاستقرار في الدول المحيطة به. نعم، إذا من الرياض رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، شكرا جزيلا لك.